السلام عليكم دفعة 24، أنا زميلتكم رهما غانم، رح أكون معكم اليوم بشرح بارت 2 من تشابتر 10. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ بالبداية هون بيحكي لنا إنه خلال الأكسيديتيف فوسفوريليشن الكيمو أوسموسز كابلز إلكترون ترانسبورت تشين تو ATP سينثيسز. تمام، إحنا بنتذكر إنه من خطوات أو من أواخر خطوات السيلولار ريسبيريشن اللي هو التنفس الخلوي اللي بننتج منه ATP من تكسير الجلوكوز، انه بيكون في عنا الناد اتش والفاد اتش 2. تمام، شو بصير لهم؟ بصير لهم اوكسيديشن. او بتعرف، خلينا بالبداية نراجع بشكل عام على السريع السيلولار ريسبيريشن. هلا كيف ببلش؟ هلا احنا بناكل صح، فالاكل بتكسر لجلوكوز. تمام، الجلوكوز بتكسر برضو لبايروفيت، لجزيئين بايروفيت. هلا هو الجلوكوز بتكون من 6 كربونات، بتكسر لجزيئين بايروفيت، كل واحد بتكون من 3 كربونز. تمام، وايش كمان؟ يعني لما يتكسر برضه بيتاكسد، فلما اي جزيء يعني يتاكسد فهو بيفقد الكترونات. تمام، فالجلوكوز فقد الكترونات، مين بده يكسبهم؟ بيكسبهم الناد بلس. تمام، واللي بيكسب الكترونات ايش بصير له؟ بصير له اختزال. فتو ناد بلس بصير لهم ريدكشن ونكون تو ناد اتش. تمام، هلا الناد اتش والفاد اتش 2 هم الجزيئات اللي بنسميهم الكو انزيمز، حتى اللي بيحملوا الطاقه. تمام، كيف بيحملوا الطاقه؟ عن طريق على شكل الكترونات. تمام، ايش حكينا؟ اول مرحله الجلايكوليسز اللي بنكون فيها تو بايروفيت. بعدها ايش بصير؟ بصير في اوكسيديشن للبايروفيت. حكينا اوكسيديشن، لعاد بيفقد الكترونات، من دو يكسب الالكترونات برضو الناد بلس، بتكسب الالكترونات اللي فقدها البايروفيت. تمام، حكينا الالكترونات ايش بتحمل؟ بتحمل الطاقه. فالناد بلس الناد اتش هو اللي بيختزن جواته الطاقه. تمام، وايش كمان؟ وكمان بتغادر من التو بايروفيت تو سي او 2، يعني من كل بايروفيت 3 كربون، طبعا دائرة تمثل كربون. تمام، من كل جزيء بايروفيت اللي هو بتكون من 3 كربون أتومز بتغادر منهم واحدة. كيف بتغادر؟ بتغادر على شكل CO2. تمام، بتطلع لبرا. وكمان بنضم للتفاعل 2 كوإنزيم A. كوإنزيم A اللي هو بيدخله على الانر ميتوكوندريال ممبرين. تمام، بنهاية الأكسيديشن بتكون عنا جزيئين أسيتيل كو A. تمام، وين بيروحوا الجزيئين أسيتيل كو اي؟ بيروحوا بيدخلوا على الكريبس سايكل. الكريبس سايكل شو مننتج فيها؟ مننتج فيها 6 جزيئات من الناد اتش وجزيئين من الفاد اتش 2 اللي هم بيختزنوا الطاقة جواتهم، اللي احنا يعني بيختزنوا الطاقة جواتهم عشان نكون الاي تي بي. وكمان مننتج يعني جزيئين اي تي بي بشكل مباشر، واربع جزيئات سي او 2 بيغادروا الحلقة. تمام، هلا هون ايش بصير؟ بيجوا الناد اتش والفاد اتش 2 اللي اخذناهم من كل الخطوات اللي قبل، بدنا نستخرج الطاقه اللي جواتهم، يعني بدنا نحول الطاقه اللي موجوده في الالكترونات اللي بيحملوها لشكل اي تي بي حتى الخليه تستفيد منه. تمام، فايش بصير؟ بصير انه الناد اتش بصير لها تاكسد. تمام، فايش بتكون؟ كون ناد بلس. لعاد ايش؟ ما دام حكينا صار هذا اكسد، لعاد خسرت الالكترونات. الالكترونات اللي خسرتها بتدخل على الالكترون ترانسبورت تشين. تمام، اللي هي سلسله نقل الالكترون. اوكي، والفاد اتش 2 بيصير لها نفس الاشي، بتفقد الالكترونات اللي هي حامليتها، اللي هي اصلا مصدرها مين؟ مصدرها من الجلوكوز، بتفقدها. والكتروناتها وين بعد ما تفقدها بتروح؟ بتدخل على الالكترون ترانسبورت تشين. اللي وين موجوده الالكترون ترانسبورت تشين؟ موجودة في الانر ميتوكوندريال ممبرين. بتعرفوا انه اغلب الممبرينز اصلا بتكون من ايش؟ من شو اسمه، فوسفوليبيد بايلاير، من طبقتين من الفوسفوليبيدز، هدول هم يعني زي ما انتم شايفينهم. تمام، فهذا الممبرين ايش اسمه؟ اسمه الانر ميتوكوندريال ممبرين. تمام، انتم بتعرفوا انه الانر ميتوكوندريال ممبرين بيفصل بين مين؟ بيفصل بين الميتوكوندريال ماتريكس اللي هي هون، وبيفصل بين الانتر ممبرين سبيس. تمام، هون الانتر ممبرين سبيس، وهنا ايش؟ الماتريكس. فهو الانر ميتوكوندريال ممبرين بيفصل بينهم التنتين. تمام،
فلو سألكم يعني إجاكم سؤال إنه وين بتكون سلسلة نقل الإلكترون، زي ما أنتم شايفين بالصورة بتكون موجودة في الإنر ميتوكوندريال ميمبرين. تمام. والإلكترونات خلال انتقالها بسلسلة نقل الإلكترون إيش بصير لها؟ بتكون أصلاً إحنا حكينا إن هاي الإلكترونات بتحمل الطاقة، تمام؟ فهاي الطاقة بإيش هنستخدمها؟ رح نستخدمها بإنه ننقل البروتونات اللي هي هون بتكون الـ H بلس الموجودة في الماتريكس، حكينا هون أصلاً ماتريكس، تمام؟ الماتريكس تاعت الميتوكوندريا. فبنستخدم هاي الطاقة بإنه ننقل الـ H بلس اللي موجودة في الماتريكس للإنتر ممبرين سبيس، تمام؟ تمام، عن طريق هدول الكومبلكسز. هاد كل واحد فيهم بنسميه كومبلكس، تمام؟ كومبلكس 1، كومبلكس 2، كومبلكس 3 وكومبلكس 4. كمان بتحتوي سلسلة نقل الإلكترون على سايتوكروم سي، وبتحتوي كمان على الأوبيكوتين. وآخر إشي إيش بصير؟ حكينا إحنا إنه البروتونات انتقلت من الماتريكس للإنترمبرين سبيس، فبصير عدد البروتونات في الإنترمبرين سبيس كبير، تمام؟ فايش بصير؟ بصير في فرق في التركيز، يعني هون بيكون تركيزها عالي وهون تركيزها قليل. فايش احنا نعمل عشان نعادل التركيز؟ احنا يعني اي شيء بجسم الانسان نحب يكون متوازن، ما بنحب يكون هون اكثر من هون، تمام؟ فعشان انه نعمل توازن ايش بصير؟ بتصير البروتونات تنتقل down its concentration gradient، يعني من الأعلى تركيز للأقل تركيز. وين حكينا الأعلى تركيز؟ حكينا موجود في الانتر ممبرين سبيس اللي هو هون. وين الأقل تركيز؟ موجود في الماتريكس اللي هو هون. طب كيف بدها تنتقل من هون لهون؟ بدنا إشي ينقلها. إيش الإشي اللي رح ينقلها؟ رح ينقلها أنزيم. إيش اسم الأنزيم؟ اسمه ATP synthase، تمام؟ تمام. إذن إيش هو ATP synthase؟ هو إنزيم. وين موجود؟ موجود برضو في الإنر ميتوكوندريال ممبرين. إيش وظيفته؟ وظيفته إنه ينقل البروتون الـ H plus من الإنتر ممبرين سبيس للميتوكوندريال ماتريكس لحتى إنه يعادل تركيزه، تمام؟ تمام. فبتنتقل بس الـ H plus حكينا من الإنتر ممبرين سبيس للماتريكس عن طريق الـ ATP synthase، وخلال انتقالها في بروسيدر معين من خلاله بتصير انه الـ ATP تتصنع. وبس هاي كل قصة. تمام، خلينا نقرأ الكلام اللي هون. تمام، هلا الـ oxidative phosphorylation should be respectively oxidized then phosphorylated، زي ما حكينا بالضبط. ايش هي الـ oxidative phosphorylation؟ حكينا اللي هون الأكسيداتيف فوسفوريليشن عبارة عن كيمو أسموسز وإلكترون ترانسبورت تشين. فهو هون إيش بيحكي لي؟ بيحكي لي إنه أول إشي لازم يصير أكسيداشن، أكسدة، بعدين فسفرة. الأكسدة لمين صارت بالبداية؟ للناد أتش للفاد أتش تو، أكسدوا أعطونا إلكترونات، الإلكترونات دخلوا على السلسلة، بعدين عملوا، بعدين لما صارت الإلكترونات تنتقل صار في طاقة. لإيش استخدمنا الطاقة؟ حتى ننقل البروتونات، بعدين صار في فرق بالتركيز، بعدين صرنا نرجعهم عن طريق الـ ATP synthase، تمام؟ تمام. وين الفوسفوريليشن صارت؟ هون. الفوسفوريليشن هي عملية إضافة فوسفات، تمام؟ فأنا ضفت فوسفات للـ ADP لحتى أكون ATP، تمام؟ فهون عملية الفوسفوريليشن صارت في الكيمو أسموسز، تمام؟ أوكي. Following glycolysis and the citric acid cycle, complete breakdown of glucose, NADH and FADH2 account for most of energy extracted from the food. بالضبط زي ما حكينا إنه NADH والFADH2 إيش بيعملوا؟ بيحملوا الطاقة من الجلوكوز لحتى نصنع شو اسمه الـ ATP، لحتى الخلية تستخدمها في عمليات مختلفة. تمام. هلا هون عم يحكي لي انه these two electron carriers اللي هم NADH FADH2 اللي بيحملوا الالكترونات اللي اخذوها من الجلوكوز بتبرعوا بالالكترونات اللي حاملينها للالكترون ترانسبورت تشين، والالكترون ترانسبورت تشين powers ATP synthesis. تمام. هلا تاني اشي رح نحكي عن الباثوي اوف الكترون ترانسبورت تشين. تمام، بالبداية عم يحكي لنا وين مكانها، اللي زي ما حكيت لكم موجودة في الانر ميمبرين اوف ميتوكوندريا اللي اسمها برضو كريستا. تمام، تاني معلومة انه اغلب مكونات الكومبوننتس اوف ذيس تشين هي عبارة عن بروتينات. بالضبط زي ما حكيت لكم هون كومبلكس 1 2 3 اند 4 عبارة عن بروتينز، بس برضو بتحتوي على نان بروتين كومبوننتس اللي هم زي مثلا سايتوكروم سي والأوبيكوتين. تمام،
Electrons drop in free energy as they go down the chain and are finally passed to O2. تمام، هم ممكن يسألنا إنه مين الفاينل إلكترون أكسبتور، مين آخر جزيء بيستقبل الإلكترونات في الإلكترون ترانسبورت تشين؟ بيكون الجواب هو الأكسجين. تمام، Electron carriers alternate between reduced and oxidized state as they accept and donate electrons. تمام، هلأ هون بالإلكترون ترانسبورت تشين بالبداية مثلا هون إن النادة بتعطي إلكتروناتها لجزيء اسمه FMN، فمدام هو استقبل إلكترونات لعاد صار له اختزال، صار له reduction، بعدها رح يصير هو ينقل إلكترونات، لما ينقل الإلكترونات بيكون فقدها فبيكون صار له oxidation وهكذا لكلهم. فهالفكرة اللي عم بحكي ليها هون. Electrons are transferred from NADH and FADH to electron transport chain. Yes، بالضبط زي ما حكينا إنه من وين electron transport chain بتكون جابت الإلكترونات، من NADH و FADH2. Electrons are passed through a number of proteins including cytochromes to O2. Yes، زي ما حكينا برضو إنه الإلكترونات بنتقلوا عن طريق بروتينات، والفاينل إلكترون أكسبتر هو الأكسجين. The electron transport chain generate no ATP directly. إذن لو سألنا إنه هل بيصير تصنيع لل ATP بشكل مباشر بالelectron transport chain، الجواب هو لا، لأنه أنا لسه ما استخدمت ال ATP synthase. تمام، مدام إحنا بالelectron transport chain لعاد أنا بس هون، هاي حدودي، فما بيصير في تصنيع لل ATP. تمام، it breaks the large free energy energy drop from food to O2 into small steps that release energy. تمام، هلا رح نحكي عن الكيمو اوسموسيس، اللي هي هون عملية تصنيع الـ ATP. الكيمو اوسموسيس اللي هي انتقال البروتونز الـ H+ من الـ higher concentration للـ lower concentration عن طريق الـ ATP synthase. تمام، بالبداية عم نحكي إنه the energy released as electrons are passed down the electron transport chain is used to pump H+ بالضبط from mitochondrial matrix لل intermembrane space. yes، هون حكينا برضو بشوي بس نرجع نعيد على السريع، إنه الطاقة اللي عم نكسبها من انتقال الإلكترونات خلال الإلكترون transport chain بإيش استخدمناها؟ بالpumping للبروتونز من الماتريكس إلى الانترمبرينز بس. وهون عم بيحكي لنا انه الاتش بلس ذي موفز داون اتس كونسنتريشن جريدينت باك اكروس ذي مبرين باسنج ثرو اي تي بي سينثيز. تمام، برضو زي ما حكينا انه الاتش بلس صار تركيزها بالانترمبرينز سبيس عالي مقارنه بالماتريكس. تمام، فايش بدنا نعمل؟ بدنا نعادل التركيز، فبترجع تنتقل من التركيز الأعلى للتركيز الأقل عن طريق إنزيم الـ ATP synthase down its concentration gradient. إيش معناه؟ يعني من الـ higher للـ lower concentration. تمام، بعدين إيش بحكي لنا؟ إنه الـ H plus moves into binding site on the rotor. تمام، هلا خلينا نحكي بالبداية هذا الجزيء إيش هو. هذا اسمه الـ ATP synthase. تمام، بالمناسبة يعني مش عارف إذا بتعرفوا، بس كلمة synthase معناها مصنع بالعربي، فهذا التركيب تبع الـ ATP synthase. من إيش بتكون؟ بتكون من stator, rotor, internal rod and catalytic knob. فعشان تكونوا فاهمين يعني زي لما هلأ نحكي كيف بتبلش يعني العملية، إنه بيكون هون هلأ الـ intermembrane space وهون الـ matrix. فكيف بدنا ننقل البروتونات عن طريق الـ ATP synthase؟ أول إيش بتيجي البروتونات بتدخل عن طريق الـ stator. لما يجي يدخل البروتون الروتور بصير يلف. تمام، يعني تخيلوا كأنه آلة حرفياً، سبحان الله، بصير يلف وبروسيجر معين يعني بيكون لنا الـ ATP. أوكي، فعم بيحكي لنا إنه الـ H plus moves the binding side of rotor. إذن مين أول مكان بيدخل الـ H plus؟ على الروتور تبع الـ ATP synthase. تمام، ATP synthase consists of mechanical part اللي هو الميكانيكال بارت اللي هو الجزء اللي بيتحرك وبلف. تمام، اللي هو ايش هو؟ الروتور. والكاتاليتيك بارت اللي هو هون زي ما حكينا اللي هو بيصنع الـ ATP. تمام،
اللي هو يعني بفسفر ال ADP تمام، يعني بضيف لها فوسفات عشان نكون ATP. وين بتصير؟ بالكاتاليتيك بارت. تمام، لآخر إشي هون عم بحكي لنا إنه الإلكترون كاريرز بالإلكترون ترانسبورت تشين أكسبت بروتونز فروم دي ماتريكس، يعني بيستقبلوا أو بياخدوا بينقلوا البروتونات من الماتريكس and release them وين بيتركوهم في الإنر ميتوكوندريال سبيس. تمام تمام، وبهاي الطريقة الطاقة المختزنة في ال H plus gradient، يعني إيش يعني H plus gradient؟ يعني فرق التركيز لل H plus بين الماتريكس والإنترمبرين سبيس، نستخدمه في تصنيع الطاقة ATP synthesis. تمام، وهون عم بحكي لنا إنه البروتون موتيف فورس إيش هي؟ هي عبارة عن ال H plus gradient. تمام، يعني إيش القصد فيها؟ إنه الفرق التركيز لل H plus بين الانترمبرين سبيس والماتريكس بنستخدمه في شو اسمه، في تصنيع الطاقة. تمام، هون تجميع للطاقة an accounting of ATP production by cellular respiration. During cellular respiration most energy flows in this sequence. من حكينا زي انه بتنتقل من الجلوكوز بيخسر الكترونات، مين بياخدهم؟ الناد اتش. الناد اتش بيخسر الكتروناتهم، مين بياخدهم؟ الالكترون ترانسبورت تشين. بعدين بتستخدمهم ننقل البروتونات للانترمبرين سبيس، بعدين بدنا نرجع نرجعهم عن طريق طاقة البروتون موتيف فورس، حكينا فرق التركيز. بعدين بينتقل الاتش بلس عن طريق اي تي بي سينثيز لحتى يصنع لنا اي تي بي. تمام، هون عم بحكينا انه 34% بس من الطاقة المختزنة في الجلوكوز او بناخدها على شكل ATP. تمام، طيب والباقي ايش بناخدهم؟ على اي شكل؟ ناخدهم على شكل هيت. تمام، ممكن يسألكم كمان كم النت ATP للسيلر اسبيريشن اللي هي 32 ATP. اوكي، هون بحكينا سبب اختلاف عدد الـ ATP اللي بتنتجها اللي بننتجها من الجلوكوز خلال السيلولار ريسبيريشن. ايش سبب الاختلاف؟ فلا ممكن تشوف مصادر بتحكي لنا انه 38، ممكن مصادر زي ما احنا معتمدينها 32، ممكن مصادر 36. طب ايش سبب الاختلاف؟ اول اشي انه الـ ADP سوري الـ NAD H والـ FAD H2 برضو ما إلهم، يعني مثلا مرات بتلاقي مصادر معتمديتها انه الوحدة عن 2.5 ATP، مصادر 3، مصادر 3.5، يعني زي هيك. هذا اول سبب للاختلاف. ثاني سبب للاختلاف انه الـ ATP varies depending on whether electron are passed to NAD plus or FAD. تمام، حكينا انه NAD plus تعطينا اكثر من FAD، فممكن مصادر تعتمد انه انتقلت للناد بلس ومصادر للفاد، فهذا الاشي اكيد رح يفرق بالرقم بالنهاية. وثالث سبب انه البروتون موتيف فورس is also used to drive other kinds of work، يعني مش كل ال شو اسمه الالكترون موتيف فورس اللي حكينا هي الطاقة اللي بناخدها من فرق تركيز الاتش بلس، مش كلها بنستخدمها لتصنيع الاي تي بي. تمام، مو كلها بنستخدمها لاشياء تانية، فهذا احد الاسباب. كمان هون الرسمات برضو أشياء مكررة، يعني بتقدروا تطلعوا عليهم. تمام، هلأ هون عم بيحكي لنا عن الفيرمنتيشن. إيش هو الفيرمنتيشن؟ هو التخمر والأنيروبيك ريسبيريشن اللي هو التنفس اللاهوائي. Enable cell to produce ATP without the usage of oxygen. يس، إحنا حكينا قبل شوي إنه نحتاج أكسجين لحتى إنه نصنع ATP بعملية السيلولار ريسبيريشن. تمام، طب اذا ما عندي اكسجين بقدر برضو اصنع اي تي بي عن طريق الفيرمنتيشن والانيروبيك ريسبيريشن، بس يعني بكميات كتير اقل طبعا. هلا هنشوف كيف. تمام، هون بحكي لنا انه اغلب السيلولار ريسبيريشن بيعتمد على الالكترونيجاتيفيتي للاكسجين. يس، زي ما حكيت، لا ما حكيت لكم هالمره، ما حكيت لكم انه هلا هون ايش اللي بجر السلسله انها تكمل، انه الاكسجين الالكترونيجاتيفيتي اللي هي الكهروسلبيه له عاليه. شو يعني؟ يعني بحب الإلكترونات، يعني بيجذب الإلكترونات، فبضل يجذب الإلكترونات إله. تمام، فهذا الإشي بيشغل الإلكترون ترانسبورت تشين، فإذا ما في أكسجين ما رح تشتغل، فهذا أول سبب. تاني إشي بحكينا إنه بدون أكسجين أيام ما حتشتغل، والسيز تو إبريت. شو يعني؟ يعني راح تتوقف عن العمل. بهاي الحالة glycolysis coupled with anaerobic respiration or fermentation to produce ATP. يس، الفيرمنتيشن والانيروبيك اسبيريشن حكينا ما بيحتاجوا اكسجين،
وبالتالي بقدر استخدمهم لأصنع عسلي. بس إذا بتذكروا بالجلايكوليسز، بما إنها هي الطريقة اللي بنستخدمها بالفيرمنتيشن والأنيروبيك ريسبيريشن، فبس بتنتج لي جزيئين ATP بشكل مباشر، فهو كمية كتير أقل من التنفس الهوائي اللي بستخدم فيه أكسجين. تمام. Anaerobic respiration uses an electron transported chain with a final electron acceptor other than oxygen, for example sulfate. يعني مش حكينا قبل شوي انه بالشو اسمه بالتنفس الخلوي مين بيكون المستقبل النهائي للالكترونات؟ اللي هو الاكسجين، اللي هو عنده هاي الكترو نيجاتيفيتي. تمام، بس هون ما في اكسجين، فمين راح يستقبل؟ اشياء تانية، يعني مركبات تانية، مثال عليها السلفات. تمام. هلا هون عم بحكي لنا انه الفيرمنتيشن التخمر بيستخدم بدل من الالكترون ترانسبورت تشين بروسيجر تاني اسمه سبستريت ليفل فوسفوريليشن. ايش هو؟ انه بياخد حبة الفوسفات من سبستريت معين، يعني مادة متفاعلة، وبينقلها للاي دي بي لحتى يكون اي دي بي. تمام. هلا انواع الفيرمنتيشن، انواع التخمر نوعين، الكحول ولاكتيك اسيد فيرمنتيشن. هلا بالبداية الكحول فيرمنتيشن، طبعا سواء ايروبيك ان ايروبيك فيرمنتيشن، كلهم بنبلش بجلايكوليسز. تمام. ايش بننتج من جلايكوليسز؟ بننتج 2 بايروفيت مولكيولز. هلا ما دام احنا هون عم نحكي عن تخمر كحولي، العاد رح نخسر جزيئين CO2، رح نكون اسيتالديهايد، بعدها من الاسيتالديهايد رح نكون ايثانول. تمام. هلا اللاكتيك اسيد نحكي عنه، لا خلينا نقرا بالبدايه هون شو مكتوب عن الالكوهول فيرمنتيشن، انه البايروفيت شو مكون منه؟ مكون 2 ايثانول مولكيول، يعني من ال2 بايروفيت 2 ايثانول مولكيول، اذا قلنا واحد واحد. تمام. اول خطوه حكينا ايش بصير، بنخسر CO2. ثاني خطوه بنعمل يعني اعاده تكوين للناد بلس، يعني مش بالاول بالجلايكوليسز استهلكناه، شو اسمه الخطوة الثانية انه نرجع نعمل لها ريجينيريشن. تمام. الكول فيرمنتيشن باي ييست، مين بيستخدم الالكول فيرمنتيشن؟ الييست. ايش هي؟ الخميرة. تمام. بنستخدمها في الخميرة، في الخمر، في الخبز. تمام. هلا اللاكتيك اسيد فيرمنتيشن، حكينا بالبداية دائما عندنا جلايكوليسز، بنكون 2 بايروفيت مولكيولز، وبعدين بصير ريجينيريشن للنادي بلس، فبالتالي مكون 2 لاكتيت. لاكتيت هي نفسها لاكتيك أسد. تمام. أي يعني من هون لحد للأبد، يعني 8 هي نفسها إك أسد. تمام. فلاكتيك أسد هي نفسها اللاكتيت. أوكي. لاكتيك أسد فيرمنتيشن أو لاكتيت فيرمنتيشن، بايروفيت is reduced، بصير له حكينا reduction by NAD H forming NAD plus and lactate. تمام. بس هون لاحظوا انه الايثانول من ايش بتكون؟ من 2 كاربونز، اما اللاكتيت بتكون من 3 كاربونز. فالمهم ايش بحكي لنا هون؟ بحكي لنا انه البايروفيت بصير له اختزال، فالناد اتش بصير له تاكسد وبيكون لنا ناد بلس. البايروفيت لما يصير له اختزال بيكون لنا لاكتيت. اوكي. تمام. مين بيستخدم اللاكتيك اسيد فيرمنتيشن؟ الفنجاي، الفطريات، والبكتيريا، لحتى نصنع الجبنة واللبن. وكمان مين بيستخدم اللاكتيك أسيد فيرمنتيشن؟ لهيومن مسل سيلز، عضلات سوري خلايا العضلية في الإنسان. متى بتستخدم خلايانا العضلية اللاكتيك أسيد فيرمنتيشن؟ بتستخدمها خلال السترينيوس إكسرسايز. يعني ايش؟ يعني مش بداية النشاط العضلي، بداية النشاط العضلي يعني اول ما نبلش نتحرك، نمشي، نركض، بنكون عادي بنعمل سيري ريسبيريشن عشان ناخد يعني كميات طاقة اكبر. بينما بنهاية النشاط العضلي لما خلايانا تتعب ويصير نسبة الاكسجين في جسمنا اقل، ايش مستخدم؟ نستخدم لاكتيك اسيد فيرمنتيشن. فعشان هيك بنتعب اصلا، عشان نصير نكون طاقة بكميات قليلة. تمام. هلا في عنا مقارنه بين الفيرمنتيشن التخمر والانيروبيك والايروبيك اسبيريشن، تنفس اللاهوائي والهوائي. تمام. اول شيء ايش الخصائص المشتركه بينهم كلهم؟ انه بصير جلايكوليسز واللي بنتج لي جزيئين اي تي بي، وانه الناد بلس هو بيكون اوكسيدايزنج ايجنت. اوكسيدايزنج ايجنت يعني عامل مؤكسد، يعني ايش بصير له؟ اختزال، يعني بيستقبل الالكترونات من الجلوكوز. تمام. هلا الديفرنس، الاختلافات بينهم، اول اشي انه في الفيرمنتيشن بعملية التخمر مين الفاينل الكترون اكسبترز؟ بيكون
organic molecule، مركب عضوي مش أكسجين زي بالأيروبيك ريسبيريشن. تمام، مثل مين؟ مثل البايروفيت في اللاكتيك أسيد فيرمنتيشن والأسيتالديهايد في الألكوهول فيرمنتيشن. تمام، تاني اختلاف إنه في السيلولار ريسبيريشن، التنفس الخلوي اللي هو بالوضع الطبيعي بيصير عند الإنسان، electrons are transferred to the electron transport chain، يا مستخدم electron transport chain لأنه بالوضع الطبيعي مفروض يكون عندنا أكسجين. تمام، أوكي. وكمان في السيلولار ريسبيريشن التنفس الخلوي قدم ننتج ATP 32 بس، بالفيرمنتيشن ننتج جزيئين ATP بس لكل جزيء جلوكوز واحد. تمام، هلا هون عم بحكي لي عن كائنات مثل انواع معينه من البكتيريا. ايش اسمها؟ اسمها اوبليجيت انيروب. اوبليجيت ايش معناه؟ يعني غصب عنه. تمام، يعني هذا خياره الوحيد. انيروب ان يعني غير هوائي. تمام، فهي غصب عنها ما بتستخدم اكسجين. شو يعني؟ يعني ما بتعيش بوجود الاكسجين. تمام، مدام ما بتعيش في وجود الأكسجين لعد أكيد ما بتعمل cellular respiration لأنه بحتاج أكسجين. لعد إيش بتعمل؟ بتستعمل fermentation، تخمر أو anaerobic. أوكي، تمام. اليست الخميرة وماني بكتيريا، شو بيكون نوعهم؟ بيكون نوعهم facultative anaerob. شو يعني facultative anaerob؟ يعني بتعيش مع أكسجين وبتعيش بدون أكسجين، يعني بتعيش على الحالتين. أوكي، تمام. يعني ايش بحكينا؟ they can survive using either fermentation او cellular respiration، يعني بدون اكسجين او مع اكسجين. تمام، هلا هون ايش عم بحكي لنا؟ بحكي لنا عن انه الجلايكوليسز هي عمليه قديمه. شوف هون معلومات صار مش كتير مهمه بس نعرفوهم. وبحكوا لنا انه البروكاريوت اللي هم الكائنات بدائيات النواه مثل البكتيريا، ايش بيستخدموا؟ بيستخدموا الجلايكوليسز كمصدر للـ ATP. شو كمان بحكي لنا؟ انه used in both cellular respiration and fermentation. It is the most widespread metabolic pathway on the earth، اللي هو الجلايكوليسز، مستخدمه بوجود الاكسجين او بعدم وجوده. This pathway occurs in the cytosol، doesn't require the membrane bounded organelles. هلا بالبروكاريوت ببدائيات النواة ما في membrane bound organelles، هم زي ايش؟ زي الميتوكوندريا، زي الجولجي، زي هدول يعني العضيات الموجودة بالخلية ما بتكون موجودة في البروكاريوت. تمام، فعشان هيك بتعتمد على الجلايكوليسز اللي وين بيصير؟ بالسيتوسول. السيتوسول اللي هو جزء السائل من السيتوبلازم اللي بتكون فوق الأورجانز. اوكي، تمام. It happens in the cytosol because it has all enzymes that require for this process. يعني السيتوسول بيحتوي على كل الانزيمات اللي بنحتاجها لعملية الجلايكوليسز. وهيك نكون خلصنا المحاضرة، يا رب تكونوا فهمتوها وتكون كل أموركم تمام. الله يوفقكم يا رب.